هل يجوز استخدام وسائل منع الحمل؟ نعم، طالما هي مؤقتة، احترازا عن الوسائل الدائمة. على سبيل المثال، شيل الرحم كوسيلة من وسائل منع الحمل لا يجوز. فالمنع المؤقت يجوز، أي منع يمكن أن يجعل الزوج أو الزوجة يعيدون الإنجاب مرة أخرى يجوز. هذه الأمور هي محل خلاف، المنع المؤقت محل خلاف وليس الدائم. فمحل الخلاف هل يجوز أو لا يجوز، قولان العلماء، الراجح أنه يجوز طالما أنه بموافقة الزوج والزوجة يجوز، لحديثي أو لما ورد عن ابن عمر: كنا نعزل والقرآن ينزل. فلا إشكال في ذلك.